اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله هناخد ليسون 5 اللي بعنوان The relation between the chords of a circle and its center. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر من الدروس السهله والافكار بتاعت المسائل كلها برضو مفيش فيها مشاكل خالص. طيب السؤال دلوقتي، هل في علاقه ما بين الكورد وما بين السنتر بتاع السيركل؟ يعني نبص كده بعنينا، لو عندي الكورد AB، الكورد ده AB، ايه العلاقه اللي ما بينه وما بين السنتر M؟ نلاحظ الاتي، كل لما الكورد يقرب من السنتر كل لما يكبر لحد لما يبقى ديامتر، وبعد كده لما ينزل في الناحيه الثانيه كده يبتدي يصغر. يعني كل لما اقرب من السنتر لازم الكورد بتاعي يكبر، وكل لما ابعد عن السنتر لازم الكورد بتاعي يصغر. طب هنيجي نتكلم في جزئيه ثانيه، هي كلمة لما أقرب من السنتر أو أبعد عن السنتر هحكمها بإيه؟ لازم أحكمها بلينس. يعني مثلا زي ما أنتم شايفين هنا كده ما بين الـ AB وما بين السنتر، اللينس اللي أنا أقصده أو اللي أنا هعتمد عليه في القياس أنهي لينس؟ هل مثلا هاخد البوينت دي وأوصلها بالإم؟ هل هاخد بوينت تانية وأوصلها بالإم؟ أنهي نقطة اللي على الكورد اللي هتعامل معاها لما اجي اتكلم ما بينها وما بين السنتر؟ النقطه اللي هنتعامل معاها عشان نقيس الديستنس ما بين الكورد والسنتر هي النقطه اللي بيجي عندها اللاين اللي خارج من السنتر رايح بيربنديكولار على الكورد. تمام، يعني لازم اللاين اللي هقيس على اساسه الديستنس ما بين السنتر والكورد يكون نازل عندي بيربنديكولار. يعني ما تجيبليش مثلا من الام للبوينت دي وتقول لي هي دي الديستنس، ما تجيش تقول لي ان السي دي ده هعتبر ان الديستنس ما بين السنتر وما بينه مثلا ايه لاين كده مثلا دي كده، اقول لك اسف جدا مش هي دي الديستنس ما بين الكورد والسنتر. هتقول لي طب خلاص انا هعتبر ان الديستنس هي دي كده، اقول لك برضو اسف. لازم الديستنس اللي هتعتمد عليها في القياس لازم تكون لاين سيجمنت نازله من السنتر بتاع السيركل للميد بوينت بتاع الكورد. طبعا دي خدناها قبل كده، ان اللاين سيجمنت دي لازم هتبايسكت مين؟ هتبايسكت الكورد، هتنزل عندي في الميد بوينت. يبقى احنا دلوقتي هنتفق مع بعضينا ان انا عندي كورد وعندي ديستنس. الديستنس دي عباره عن ايه؟ عباره عن لاين سيجمنت من اول السنتر لحد الميد بوينت بتاعت الايه؟ بتاعت الكورد. اوكي؟ طيب يلا نشوف هنا بعض العلاقات ما بين الكورد وهذه الديستنس. اسهل هذه العلاقات انا هبدا بالشكل ده. لو انا عندي الكورد AB وعندي الكورد CD، لو التو كوردز دول ار ايكوال ان لينث، ده معناه ايه؟ ده معناه ان هما الاثنين يبعدوا مسافه متساويه عن السنتر، يعني الاثنين ايكوي ديستانت فروم ذا سنتر. يعني الام اكس ايكوالز ام واي، يعني سنس ان الاي بي ايكوالز سي دي زين ام اكس ايكوالز ام واي. هو ده الدرس ببساطه شديده جدا. طيب في الحاله دي ملاحظين ايه؟ الاي بي جريتر زين السي دي، الاي بي اكبر من السي دي. طيب احنا قلنا طالما هو كبير يبقى مقرب من السنتر، يبقى معنى كده ان الام اكس دي لازم تكون less than الام واي، كل لما يبعد كل لما الديستنس دي تزيد. اوكي، يبقى سنس ان الاي بي جريتر ذان سي دي يبقى لازم الام اكس الديستنس بتوين السنتر والميد بوينت بتاعت الكورد تكون less than الديستنس ام واي مع الكورد التاني. تمام، طيب هنا مثلا انا عندي هنا الكورد اي بي صغير، يبقى استنتج من كده ايه؟ ان الديستنس بتاعته عن السنتر كبيره، يعني سنس ان الاي بي less than سي دي ده معناه ان الام اكس جريتر ذان ام واي. درس سهل جدا مفيش فيه اي مشكله خالص. يعني the closer the chord is from the center of the circle the longer its length is and vice versa. يعني كل ما يكون الكورد قريب من السنتر كل ما يكون اللينث بتاعه كبير. تعالوا مع بعضينا نشوف الثيوريم الاساسيه بتاعت الدرس. بيقول لي if the chords of a circle are equal in length then they are equidistant from the center. يعني ببساطه شديده لو عندي AB equals CD يبقى then MX equals MY. دي النظريه بتاعتنا اللي هنضيفها
لمجموعة المعلومات اللي عندنا اللي بنتعامل بيها في البروف اللي بيجي لنا على المسائل. طيب ممكن نفس النظرية دي تجي لي بس في تو سيركلز الاثنين كونجروانت، يعني زي بعض بالظبط بس الاثنين منفصلين. يعني لو انا عندي تو سيركلز والاثنين كونجروانت وعندي الاي بي ايكوالز سي دي، يبقى زين على طول ام اكس ايكوالز ان اي ان واي. يلا مع بعضنا نشوف اول اكزامبل ونشوف المسائل بتتحل ازاي. دايما في المسائل بتاعتنا هنستعمل ثيوريم خدناها في بريب 1 في السكند تيرم، ان انا لو عندي لاين سيجمنت بتكونكتس بتوين تو ميد بوينتس، اللاين سيجمنت دي بتبقى بارلل للبيز وبتيكوال زاف البيز. يعني فور اكزامبل لو عندي ترينجل اي بي دي، انا عندي الام كده كده ميد بوينت لان انا عندي الاي ام ده راديوس والام دي راديوس، وعندي الام اكس ده لاين سيجمنت خارج من السنتر ورايح بيربنديكولار على الكورد، يبقى اكيد البوينت اكس دي فين؟ في الميد بوينت. يعني دي كده ايكوالز ايه؟ دي كده، وانا عندي ده ايكوال ده. يلا نفتكر مع بعضينا بقى الترينجل ده. الترينجل ده احنا قلنا فيه عندي اربع معلومات بيبقوا موجودين مع بعض، ايه هما؟ لو دي ميد بوينت ودي ميد بوينت، لازم اللاين سيجمنت دي تبقى بارلل للبيز وهت ايكوالز هاف البيز. دي هنستعملها كتير قوي في الدرس ده، يعني الدرس ده وانت بتحل المسائل الفكره دي تبقى في دماغك، هتقابلها في مسائل كتير. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اي بي واي سي ار تو كوردز ايكوال ان لينث. يبقى المعلومه دي مش مدهاني على الرسم، لكن مدهاني في منطوق الايه؟ المساله نفسها. وناخد بالنا بيقول لي السيركل اسمها ام، يعني الام ده السنتر والاي دي ديامتر. الام اكس عندي بيربنديكولار على الاي بي، وكذلك الام واي بيربنديكولار على الاي سي. بيقول لي اثبت ان البي دي ايكوالز دي سي. هنبداها ازاي؟ لازم اثبت في الاول ان الاكس ميد بوينت والواي ميد بوينت. ازاي؟ سينس ان الام اكس راي بيربنديكولار اوفر مين؟ الاي بي. هل انا يحق ليا كده اقول زين الاكس ميد بوينت؟ لان انا عارف ان السنتر ام، والسنتر ام ده رايح بيربنديكولار، يبقى لازم الاكس ميد بوينت. يعني دي كده فيها المعلومتين ان الام السنتر والاكس عندي بيربنديكولار، يبقى زين على طول الاكس از ا ميد بوينت اوف الاي بي. تمام. ايه تاني؟ هنقول سينس ان الام واي، الكلام ده ري طبعا، بيربنديكولار اوفر الاي سي. هل انا كده يحق لي ان انا اقول ان الواي ميد بوينت؟ يحق. ليه؟ لان هو ايه اللي في المساله؟ ان السيركل اسمها ام، وانا كاتب هنا ام، يعني انا خارج من الايه؟ من السنتر ورايح بيربنديكولار، يبقى على طول الواي ميد بوينت. يبقى زين الواي is a midpoint of الايه؟ الاي سي. تمام. هنتكلم بقى في التو ترينجلز اللي هم ايه؟ الاي بي دي والاي سي دي. انا بركز على المساله دي علشان زي ما بقول لكم بتتكرر كتير في المسائل بتاعت الليسون ده بالذات. هنقول كده ان ترينجل هو الاي بي دي، لازم اذكر معلومتين، ايه هم؟ سينس، انا هكتب جنب بعضه عشان بس الايه ما عنديش مساحه، سينس ان الاكس ميد بوينت، او ممكن اقول ان الاي اكس ايكوالز بي اكس، وايه كمان؟ والاي ام ايكوال ام دي. ايه اللي انا استنتجه؟ ان الام اكس ايكوالز هاف البي دي وبارلل لي. طبعا انا مش محتاج البارلل في حاجه، يبقى زين الام اكس ايكوالز هاف الايه؟ البي دي. دي كده 1. ايه تاني؟ في الترينجل التاني اللي هو اي سي دي، هنذكر معلومتين اللي هم الاي واي ايكوال واي سي. الاي واي ايكوالز واي سي، دي جبناها منين؟ من هنا، لان احنا قلنا ان الواي ميد بوينت. ايه كمان؟ الاي ام ايكوالز ام دي، ده معناه ان الام واي ايكوالز هاف الايه؟ الدي سي. جميل قوي. طب هل انا عندي بقى ام اكس ايكوالز ام واي؟ موجوده منين؟ من الثيوري بقى بتاعت الدرس بتاعنا النهارده، اللي هو بيقول لي فيه لو انا عندي تو كوردز ايكوالز ان لينث، يبقى الديستنت ما بينهم وما بين السنتر متساويه. هنقولها ازاي؟ هنقول سينس ان الاي بي equals ال AC، يعني اللينس بتاع الكورد AB equals اللينس بتاع الكورد AC.
ده معناه ايه؟ زين الام اكس ايكوالز مين؟ الام واي. اوكي دي كده كام؟ دي كده 3. عندي ام اكس ايكوالز ام واي، وعندي الام اكس فاليو والام واي بفاليو، يبقى فروم 1 و 2 3 يبقى زين هاف البي دي ايكوالز هاف الدي سي، يعني البي دي ايكوال دي سي. المساله دي مهمه وعايزكم تعرفوا جت ازاي، علشان زي ما بقول لكم معظم المسائل بناخد الايه الافكار اللي جت في المساله دي. تعالوا نشوف اكزامبل 2. بيقول لي الاي بي والاي سي الاثنين دول تو كوردز ايكوال ان لينث. جميل، ده معناه ايه؟ معناه ان الام اكس والام واي الاثنين متساويين. المساله ما كانش فيها الكونستراكشن ده، فاحنا ايه عملناه. يعني لما يجي لي مسائل الايكوال كوردز لازم على طول اعمل الكونستراكشن بتاعي اللي هو الديستانت من اول السنتر لحد الميد بوينت. طيب بيقول لي الاكس ميد بوينت، ده هو ذاكرها لي كمان، وبيقول لي الواي ميد بوينت. طب الاكس ميد بوينت والواي ميد بوينت، يبقى لازم الام اكس يكون بيربنديكولار، ده طبيعي ودي نظريه احنا خدناها قبل كده. اوكي اللي طالبه بيقول لي بروف ان الاكس دي الحته دي كده ايكوالز مين؟ واي اي. دايما في المسائل اللي بيطلب فيها اثبات ان تو لاين سيجمنتس ايكوالز بعض والاثنين في البعيد كده، يبقى اكيد هنعمل سبتراكشن. هيبقى مثلا لاين سيجمنت كبيره هنشيل منها جزء تديني الحته دي. طب انا ما قداميش غير ايه؟ الدي اف والاف دي، دي الحته الكبيره. لو ثبت ان هم متساويين وشلنا منهم الجزء ده من هنا ومن هنا، لازم هيطلع ده ايكوالز ده. يبقى هو دي الخطه بتاعتي اللي هشتغل عليها. يبقى اول حاجه لازم اثبت ان الاف دي ايكوالز اف اي، ودي سهله. ليه؟ لان انا عندي اللاين سيجمنت دي اهو بيربنديكولار ار كورد، يبقى رايحه فين؟ في الميد بوينت. يبقى سينس هنعمل كده، سينس ان الام اف لاين سيجمنت بيربنديكولار اوفر الدي اي، يبقى على طول زين الاف از ميد بوينت اوف الدي اي. نطلع منها بايه؟ يبقى زين الاف دي ايكوالز مين؟ اف اي. دي كده اول حاجه. دلوقتي محتاجين نجيب ان الاكس اف ايكوالز اف واي، وبعد كده اعمل سبتراكشن 2 فروم 1 يطلع لي دي ايكوالز دي. طب ازاي بقى اثبت ان دي ايكوالز دي؟ طب ناخد بالنا، هو انا مش بيقول لي الاي بي ايكوالز اي سي؟ معنى كده ان الام اكس دي ايكوالز مين؟ ام واي. معنى كده ان الترينجل اكس ام واي ده ايزوسلس ترينجل، والايزوسلس طالما نازل منه التيتيود بيربنديكولار على البيز يبقى بيبايسكت البيز على طول. يعني ده كده ايكوالز ايه؟ ايكوالز ده كده. يبقى هنا هنقول ايه؟ هنقول سينس، استعمل بقى النظريه بتاعتنا، ان الاي بي equals الاي سي، زين الام اكس equals مين؟ ام واي. يلا نخش بقى في الترينجل اللي هو اكس ام واي، ان ترينجل اللي هو اكس ام واي. ماله الترينجل ده؟ ده ايزوسلس ترينجل. يعني في ايه؟ يعني هنقول كده سينس ان الام اكس equals ام واي، وايه كمان؟ والام اف ده بيربنديكولار اوفر البيز اللي هي اكس واي. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الام اف ده هيبايسكت البيز، يبقى زين اكس اف ايكوالز مين؟ اف واي. دي كده 2. سبتراكت 2 فروم 1 هيديني ايه؟ يبقى الاف دي ماينس الاكس اف هت ايكوالز الاف اي ماينس الاف واي. ده يديني المطلوب على طول ان الاكس دي ايكوالز واي اي، يبقى زين الاكس دي ايكوالز واي اي. تمام. طيب يلا اللي بعد كده بيقول لي في الاوبزيت فيجر الام از ا سيركل، ومديني الاي بي كورد، وبيقول لي الام اي ده بيربنديكولار اوفر اي بي، والام اف كذلك. بيقول لي السي دي 5 سنتيمتر والاي بي اكس بلس 2. ناخد بالنا بقى، بيقول لي الام اف اللي هي الديستنس من اول السنتر لحد الكورد دي سي، دي جريتر ذان الديستنس من اول الام لحد الكورد اي بي. طب ده معناه ايه؟
لما تكون الديستنس دي اكبر من دي، ده معناه ايه؟ ان الاي بي اكبر من الدي سي. يعني سينس ان الام اف او الام اي للزان الام اف، يبقى زان على طول الاي بي جريتر زان الدي سي. وهو عايز ايه بقى؟ يقول لي فايند الفاليوز اوف اكس ويتش ساتسفايز ذيس داتا. يعني انا عايز الفاليوز بتاعت الاكس دي اللي تحقق الانيكواليتي دي. هنجيبها ازاي؟ طب دي انيكواليتي، هو انا عندي الاي بي اصلا انا ثبتت دلوقتي ان هو جريتر زان المين الدي سي، يعني جريتر زان كده الدي سي اللي هي ايه؟ اللي هي الفايف، بس نكتبها بس الاول دي سي. طب هيكون للزن ايه؟ ناخد بالنا بقى، هو اكبر حاجه ممكن يوصل لها عندي الكورد يوصل لايه؟ يوصل للديامتر. يبقى الديامتر عندي اللي هو ايه؟ توايس الاي ام، يبقى للزن توايس الاي ام. اوكي، يبقى هيكون اكبر من ده واقصى مدى ليه ان هو يكون اقل من الديامتر. يلا نعوض، الدي سي عندي ب 5، يبقى الاي بي للزن توايس الاي ام يعني كام؟ يعني 12. اوكي، طب الاي بي ده عباره عن ايه؟ اكس بلس 2، يبقى الاكس بلس 2 جريتر زان ال 5 وللزن ال 12. نودي ال 2 هنا وهنا بالماينس، يبقى الاكس جريتر زان 5 ماينس 2 وللزن 12 ماينس 2. ده معناه على طول ان الاكس جريتر زان ال 3 وللزن الايه؟ ال 10. يبقى الفاليوز اوف اكس، يبقى زان the values of x هت belongs لمين؟ للانترفال اللي هي 3 و 10. تعالوا مع بعضينا نشوف الكونفرس بتاع الثيوريم. الكونفرس يعني العكس بتاع الايه؟ بتاع النظريه. يعني هو في الاصل بيقول لي ان الاي بي لو هو ايكوالز السي دي، يبقى الاثنين على مسافه متساويه من السنتر، يعني الام اكس ايكوالز ام واي. طب في الكونفرس هيجيب لي ايه؟ هيقول لي كده الام اكس ايكوالز ام واي. هنقول احنا سنس ان الام اكس ايكوالز ام واي، يبقى زين اي بي ايكوالز سي دي. سهل قوي. يعني ان ذا سيم سيركل او ان كونجروانت سيركلز، لو السيركلز عندي منفصله، الكوردس ويتش ار ايكويديستانت فروم السنترز ار ايكوال ان لينث. يعني الكوردس اللي على مسافات متساويه من السنتر لازم تكون ايه؟ ايكوالز ان لينث. سهل قوي. وكذلك لو انا عندي مثلا تو سيركلز كونجروانت والام اكس ايكوالز ان واي، يعني الـ A B والـ C D الاتنين equidistant من الـ A من الـ centers M و N، ده معناه ايه؟ ان الـ A B equals C D. يعني في المسائل بتاعتنا هنقول since ان الـ M X equals N Y، يبقى then A B equals C D. يلا نشوف example 4. مديني triangle A B C، بيقول لي triangle ده drawn inside the circle M، مرسوم جوه circle. The measure of angle A 55، بيقول لي الـ D midpoint للـ A B، وطبعا ميد بوينت والام لاين سيجمنت وصلها، يبقى اكيد دي ايه؟ دي رايت. اوكي، وبيقول لي الاي ميد بوينت كذلك دي رايت. اوكي، بيقول لي الام دي ايكوالز ام اي، عايز الميجر اوف انجل بي. اولا انا هستغل الكونفرنس بتاع الثيوري، سنس ان الام دي ايكوالز ام اي، يبقى زين على طول الكورد اي بي ايكوالز الكورد بي سي. طب هقول لي يا مستر، هو هل الام دي فعلا دي الديستنس ما بين السنتر والكورد؟ اقول لك ايوه، عشان عندي هنا نازله بربنديكولار اهي، لازم اثبت في الاول ان هي بربنديكولار. ما ينفعش اقول على طول ان الام، طالما ام دي ايكوالز ام اي يبقى الاي بي ايكوالز ايه؟ بي سي. الكلام ده غلط، لازم في الاول اثبت ان هي البربنديكولار ديستنس. يبقى هنقول ايه؟ هنقول سينس ان دي از ميد بوينت of ال AB، ده معناه زن ال MD ray المفروض ان هو بربنديكولار على مين؟ على ال AB. تمام؟ ايه تاني بالنسبة لل E؟ وسنس ان ال E عندي is midpoint لل chord BC، ده معناه ان ال ME المفروض ان هو بربنديكولار over ال BC. الخطوتين دول يدوني الحق ان انا اقول سنس ان الام دي ايكوالز الام اي، يبقى زين على طول الكورد اي بي ايكوالز الكورد بي سي. تمام، يبقى انا كده اثبتت ان الترينجل اي بي سي عندي ايزوسلس، يبقى زين
الترينجل اي بي سي از ان ايزوسليس ترينجل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المجرب انجل اي ايكوالز المجرب انجل سي. يبقى زين المجرب انجل سي ايكوالز كام؟ 55 ديجريز. طب احنا عايزين مين؟ عايزين بي. يبقى زين المجرب انجل بي هت ايكوالز 180 ماينس ال 55 بلس ال 55 اللي هي 180 ماينس 110 which is 70 degrees. اوكي يبقى ما نروحش نجري على طول وقول ان طالما الام دي ايكوالز ام اي يبقى الاي بي ايكوالز بي سي. لا، البروف كده في حته غلط. لازم اثبت في الاول اللي هي البيربنديكولار ديستانس اللي هي بقدر اقيس عليها واقدر اصف بيها ان هي فعلا الديستانس ما بين السنتر والكوت. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. اول حاجة عندي complete. بيقول لي if the chords of a circle are equal in length then they are a from the a. هم equals يبقى لازم يكونوا equidistant from the center. يبقى equidistant from the center. اللي بعد كده in the same circle if the chords are equidistant from the center يبقى هم ايه؟ لو الكوردز دي على مسافات متساويه من السنتر يبقى اكيد equal. اللي بعد كده the square which is inscribed in a circle. يعني عندي square جوه circle، يعني circle بتحوط ال vertices بتاعت الايه؟ بتاعت ال square. its sides are a from the center of the circle. ال square اصلا ال sides بتوعه كلهم ايكوال، يعني هم لو كلهم كوردز يبقى كلهم ايكوال ان لينث، يبقى لازم كلهم يكونوا ايكويديستانت فروم السنتر. يبقى ار ايكويديستانت فروم ذا سنتر اوف ذا سيركل. طيب اي بي وسي دي ار تو كوردز ان ا سيركل، مديني الاي بي ب 5 والسي دي ب 3، الاثنين مختلفين في اللينث. زين ذا كورد ويتش از نيرر تو ذا سنتر اوف ذا سيركل از ايه؟ مين القريب من السنتر؟ احنا عارفين ان كل ما يقرب من السنتر كل ما اللينس بتاعه بيكبر. يبقى مين هنا القريب؟ الاي بي، عشان الاي بي جريتر ذان السي دي. يلا اللي بعد كده يقول لي في الاوبوزيت فيجر الاي بي سي از انسكرايبد في السيركل. ادي الاي بي سي جوه السيركل، مديني الميجر اوف انجل اي 72، ده بيربنديكولار وده بيربنديكولار، وبيقول لي بقى ان الام اكس قد الام واي. طالما ال M X قد ال M Y يبقى ال A B قد ال A C، يبقى ده ايزوسلس. هو عايز الانجل B، يبقى اكيد الانجل دي قد الانجل دي. طب هما الاثنين كام؟ 180 ماينس 72 اللي هي 108. يبقى كل واحده منهم كام؟ 108 ديفايدد 2 اللي هي 54 ديجريز. فدي 54. اللي بعد كده CD is a chord doesn't pass through the center. يعني عندي chord اهو، تمام، وبيقول لي ال MF less than ME. خدنا زيها بالظبط واحده في شرح اللسو. طالما ال MF less than ME يبقى ده اكبر من ده. يبقى انا عندي هنا سنس ان ال MF less than ME يبقى ال CD greater than AB. اوكي طيب يبقى انا عندي ال X plus 1 greater than 7، نودي ده بالنيجاتيف يبقى ال x greater than 6. طيب ال cd is a chord which doesn't pass through the center، ماشي. يبقى زين ال cd ده less than ايه؟ لازم يكون less than ال diameter اللي هو كام؟ اللي هو 10، لان انا عندي ال radius ب 5. طيب يبقى ال x less than ايه؟ انا عندي x كده plus 1 less than ال 10، ده جاب النيجاتيف، يبقى ال x less than ال 9. يبقى الاكس جريتر ذان مين؟ جريتر ذان ال 6 وليس ذان ال 9، يعني الاكس بلونجس للانترفال 6 وكام؟ 6 و 9. اكسرسايز 2 بيقول لي استدي ذا فيجرز ان كومبليت. هنا بيقول لي الاي بي قد مين؟ قد السي دي، يبقى لازم الام اكس قد الام واي. ايه كمان؟ بيقول لي الام اي كله
ايكوالز ايه؟ ايكوالز اكيد ام اف الاثنين راديوس. زين الاي اكس الحته دي بقى تبقى قد مين؟ قد الحته دي قد الاف واي. بنجيبها ازاي؟ دايما بالسبتراكشن، بسبتراكت الجزء ده من الراديوس كله. اللي بعديها الاي بي قد السي دي، يبقى الديستنس دي قد الديستنس دي، يبقى الام اي بكام؟ الام اي ب 6 على طول. يبقى الاكس بكام؟ اكس بلس 2 ايكوال 6، يبقى الاكس عندي ب 4. طيب يبقى السي دي بكام؟ كل السي دي هو الاكس انا مطلعها ب 4، السي دي يعني 3 تايمز 4 بلس ال 4، 12 بلس 4 16. يلا اللي بعديها بيقول لي الاي بي قد مين؟ قد السي دي، يبقى لازم الام اكس قد الام واي، يعني الترينجل اللي جوه ده ايزوستس، يعني دي كده قد الانجل دي كده قد الانجل دي كده. ده لو 100 يبقى 80، 80 ديفايدد 2 يبقى دي 40 ودي 40. طيب هنا زين ام اكس ايكوالز كام؟ ايكوالز ام واي. طيب بيقول لي في الترينجل اللي هو ام اكس واي دي 100، يبقى الام اكس واي بكام؟ الام اكس واي دي ب 40. يلا اللي بعديها بيقول لي ام وان ار تو كونجروينت سيركلز. اول مره تجي لنا رسمه فيها ايه؟ تو سيبريت سيركلز والاثنين زي بعض، هما الاثنين كونجروينت. ده معناه ايه؟ ده معناه ان لو الاي بي قد السي دي يبقى لازم الان واي قد الام اكس، يبقى الام اكس قد الان واي. اوكي؟ طيب ان ذا فيجر، الفيجر ده هيبقى عباره عن ايه بقى؟ انا عندي السايد ده كده قد السايد ده كده، وانا عندي ده بربنديكولار وده بربنديكولار، يبقى اكيد ايه؟ اكيد ريكتانجل. يلا اللي بعديها study the figure and complete mx equals my، ده العكس بقى، ده الكونفرس بتاع الثيوري. لما يكون mx قد الام واي والاثنين بربنديكولار، يعني بيعبروا عن الديستنس بتوين السنتر والكورد، يبقى لازم الكورد اي بي ايكوالز الكورد دي سي. هو بيقول لي ان الواي دي الحته دي كده ب 7، يبقى الاي بي كله كام؟ الاي بي قد الدي سي، وده بيبايسكت الواي بتبايسكت ده، يعني دي كده قد دي كذا، يبقى كله 14، يبقى الاي بي عندي 14. نيجي يلا نشوف هنا بيقول لي اف ام اي ايكوالز ام اف، ام اي قد الام اف، ده الكونفرس بتاع الثيوري، يبقى السي دي ايكوالز ايه؟ ايكوالز اي بي، ده قد ده. طيب بيقول لي الاكس بكام؟ هل انا عندي هنا ايكويشن رابطه الاكس؟ اه انا عندي ده وده قد بعض، يعني ال 5 اكس بلس ال 1 ايكوالز 16، ده هنا بالنيجاتيف، يعني ال 5 اكس ايكوالز 15، يعني الاكس ايكوالز ال 15 ديفايدد ال 5 which is الايه؟ ال 3، يبقى الاكس عندي ب 3 سنتيمتر. طيب لما اكون الاكس ب 3 وعايز الاي ام الحته دي، يبقى 2 تايمز ال 3 ايكوالز 6 سنتيمتر. طيب الاي ام بكام؟ فين الاي ام؟ اهي. هل ينفع نجيب الاي ام؟ ينفع طبعا. هو انا الام اي لما طلعتها ب 6 ودي عندي ميد بوينت، يبقى كده 8 وهنا 8، يبقى انا عندي 6 8، يبقى ده ايه؟ عندي فيماس تريانجل 6 8 10 من فيثاغورس، يبقى الاي ام بكام؟ ب 10 سنتيمتر. يلا اللي بعد كده من الشكل قدامي عندي الام دي ايكوالز ام اي. طيب هل ده معناه ان الاي بي ايكوالز اي سي في حاله واحده لما يكونوا هما الاثنين دول بيربنديكولار؟ طب هو هنا مش رسم لي علامه البيربنديكولاريتي، لكن مديني حاجه ثانيه، مديني ان الاي ميد بوينت، وطالما ميد بوينت وجايه لي من السنتر يبقى لازم بتكون ايه؟ بيربنديكولار. اوكي؟ يبقى انا عندي هنا على طول الاي بي ايكوالز الاي سي، يبقى الميجر اوف انجل اي بكام؟ ده ايزوسلس، يبقى دي كده 65، الاثنين 130، 180 minus 130 يديني 50 degrees. يلا اللي بعديها بيقول لي الام ان، الام ان ده بارلل لمين؟ للبي سي. جميل قوي، ناخد بالنا ان الام ان ده اللاين اوف سنترز، ماشي. ايه تاني؟ زين الام اكس ده ايكوالز ايه؟ ناخد بالنا ان الاثنين دول بارلل، وعامل لي هنا علامه البربنديكولاريتي، يبقى لازم ده ايكوالز ده، يعني ده ريكتانجل، يبقى الام اكس ايكوالز ان واي. وسنس ان التو سيركلز ام اند ان ار، ار ايه بقى؟ هيكونوا هما الاثنين ايه؟ ناخد بالنا هو بيقول لي ان الام بي هنا قد الان سي، هو عامل لي العلامه اهي دي ودي، يبقى الاثنين ار كونجروينت، هنا نكتب كونجروينت.
والاي عندي بتبلونجس للايه؟ للبي سي. يبقى الاي بي ده ايكوالز ايه؟ اي سي. المساله اللي بعد كده بيقول لي في الاوبوزيت فيجر ترينجل اي بي سي از ان انسكرايب ترينجل انسايد ا سيركل ام. الميجر اوف انجل بي ايكوالز الميجر اوف انجل سي، ده معناه ان الاي بي ايكوالز الاي سي. بيقول لي الاكس ميد بوينت، بيقول لي بروف ان الام اكس ايكوالز ام واي. انا لو عندي ان الاي بي ايكوالز الاي سي واثبتت ان الام واي والام اكس فعلا دول الديستنسز اللي بتعبر عن المسافه ما بين الكورد والسنتر، يبقى لازم هما الاثنين يكونوا متساويين. هنقول الكلام ده ازاي؟ ان تريانجل اي بي سي، سينس ان الميجر اوف انجل بي ايكوالز الميجر اوف انجل سي، ده معناه على طول ان الاي بي كورد ايكوالز الاي سي كورد. جميل. هل ينفع بقى اقول على طول ان الام واي ايكوالز الام اكس؟ لا، لازم اثبت الاول ان الاكس دي في عندها رايت انجل. يبقى هنقول سينس ان الاكس از ا ميد بوينت اوف الاي بي، يبقى زين الام اكس لاين سيجمنت دي بيربنديكولار اوفر الاي بي. تمام. يبقى معنى كده ان الام اكس بتعبر فعلا عن المسافه ما بين السنتر وما بين الاي بي، واحنا عندنا اصلا ان الام واي بيربنديكولار اوفر مين؟ الاي سي. يبقى سينس ان الاي بي ايكوالز الاي سي، يبقى على طول زين الام واي ايكوالز مين؟ ام اكس. يلا اللي بعد كده في الشكل اللي قدامنا ده بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي بروف ان الترينجل ايكوالاترال. ايكوالاترال يبقى لازم الانجلز كلهم 60، هم مديني واحده ب 60، يبقى انا لو اثبتت ان هو ايزوستس وفي انجل 60 يبقى على طول ايكوالاترال. هنجيبها ازاي؟ هو بيقول لي الاكس ميد بوينت والواي ميد بوينت، يبقى انا في الحاله دي هثبت على طول ان دي 90 ودي 90، يعني سنس كده الاكس از ا ميد بوينت of الاي سي، ده معناه زين الام اكس بيربنديكولار اوفر الاي سي، وسينس ان الواي از ا ميد بوينت of البي سي، يبقى زين الام واي بيربنديكولار اوفر البي سي. تمام. يبقى دي كده بيربنديكولار ودي كده بيربنديكولار. طب احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا وسنس ان الام اف دي ايكوالز مين؟ ام اي. ليه؟ ايكوالز ار راديوس دي كده 1، وانا عندي اصلا الاكس اف ايكوالز مين؟ واي اي دي كده 2 جيفن. هنسبتراكت 2 من 1، هنشيل ده من 1، هيديني ايه لما اشيل الحته دي؟ هيديني ان الام اكس ايكوالز مين؟ ام واي. وطالما ام اكس ايكوالز ام واي يبقى الاي سي ايكوالز مين؟ البي سي، يبقى الانجل دي ايكوال دي، يبقى دي 60 يبقى اكيد دي 60. يبقى انا سبتراكت 2 فروم 1، ده يديني ايه؟ هقول كده ان ال m f minus x f هت equals m e minus y e، يبقى زين ال m x هت equals مين؟ m y. و since ان ال m x equals m y، يبقى زين الكورد عندي اللي هو a c هي equals الكورد اللي هو a b، ده كده equals ده. يبقى ان تريانجل اي بي سي سينس ان الاي سي ايكوالز الاي بي، يبقى زين الميجر اوف انجل بي ايكوال 60 ومنها الميجر اوف انجل سي ايكوال 60، يبقى زين الاي بي سي تريانجل اي بي سي
is an equilateral triangle. المسألة اللي بعد كده بيقول لي في الأوبزيت فيجر الـ AB والـ AC are two chords equal in length. طالما equals in length يبقى لازم الـ MY equals الـ MX، بس بعد ما أثبت إن الـ Y دي عندها right angle والـ X عندها right angle. بيقول لي الـ X mid point والـ Y mid point، طبعا بيقول لي كده عشان أقول إن الـ MY perpendicular over الـ AC وكذلك MX perpendicular over الـ AB وبالتالي دي equals دي. بيقول لي عايز الـ measure of angle DME، عايز دي ام اي. طبعا سهل هنا سينس ان الاكس از ا ميد بوينت او الاي بي، يبقى زين الام اكس ده بيربنديكولار اوفر الاي بي، يبقى انا كده ثبتت ان دي رايت. نفس الكلام هعمله مع البوينت واي، وسنس ان الواي از ا ميد بوينت اوف الاي سي، يبقى زين الام واي ده بيربنديكولار اوفر الاي سي. تمام، يبقى دي برضو ايه رايت. ماشي، ان ذا كوادريلاترال اللي هو مين؟ اي اكس ام واي. الميجر اوف انجل دي ام اي هت ايكوالز كام؟ 360، لان الفور انجلز بتوع الكواد لازم يكونوا 360، هيبقى ماينس 90 بلس 90 بلس 70 ديت يديني 100 اند ايه؟ اند 10 ديجريز. عايز ايه بعد كده؟ بيقول لي بروف ان اكس دي ايكوالز كام؟ واي اي. حفظناها من جابها بالسبتراكشن. هنقول كده سينس ان الام اي ايكوالز ام دي ايكوالز ار، دول راديوس. تمام؟ خلي دي 1 وانا عندي، وسينس ان الاي هو بيقول لي هنا في رأس المسألة إن الـ AB والـ AC قد بعض، وسنس إن الـ AB equals الـ AC ده معناه نظبطهم بس الـ ME هنا، يبقى ناخد الـ AC الأول، يبقى الـ MY equals MX، يبقى زين الـ MY equals MX دي كده 2، يبقى subtract 2 from 1 يطلع على طول اللي هو عايزه ده. subtract 2 from 1 يديني ايه؟ يديني ان ال ME minus الجزء ده اللي هو MY، الكلام ده هيكوالز ال MD اللي هو ال MD لما اشيل منه ال MX، يديني على طول ان الحته اللي فوق دي اللي هي ال YE هتيكوالز هنا ال X دي. يلا اللي بعد كده AB وال AC are two chords. تمام، هيقول لي الاكس برضو ميد بوينت وهو دي عامل لي عليها رايت انجل. اول حاجه نبدا سنس ان الاكس ميد بوينت اوف الاي بي، يبقى زين الام اكس ده بيربنديكولار اوفر الاي بي. اوكي، وسنس ان الاي بي ايكوالز الاي سي، يبقى على طول زين ال mx equals مين؟ my. تمام؟ هو عايز ايه؟ عايز ال x دي equals y e، لسه عاملينها فوق، يعني هنخلي دي كده مثلا 1 وهنقول كده وسنس ان ال m دي equals m e equals r، هنخلي دي كده 2 subtract 1 from 2. تمام؟ يبقى ال m ال m دي هشيل منها ام اكس، يبقى زين الام دي ماينس الام اكس لازم هت ايكوالز الام اي ماينس الام واي، ده يديني ان الاكس دي ايكوالز الايه الواي اي، يبقى زين الاكس دي ايكوالز واي اي. ده اول مطلوب. مين تاني مطلوب؟ بيقول لي بروف
ان الميجر اوف انجل واي اكس بي واي اكس بي اللي هي دي كلها ايكوالز ايه اكس واي سي اكس واي سي دي كلها. طيب اولا انا عندي دي رايت كده دي كلها رايت. طيب ناخد بالنا ان احنا ثبتنا ان الام اكس ايكوالز ام واي يعني ان تريانجل اكس ام واي ده ماله سنس ان الام اكس ايكوالز ام واي يبقى زين الميجر اوف انجل ام اكس واي هت ايكوالز الميجر اوف انجل ام واي اكس. تمام. طيب واحنا عندنا اصلا ان الام اكس بي وسنس ان الميجر اوف انجل ام اكس بي دي ايكوالز الميجر اوف انجل ام واي سي ايكوالز 90 ديجريز هنخلي دي كده 1 ودي كده 2 يبقى فروم 1 و 2 نكتب بقى الانجلز دول يبقى الميجر اوف انجل واي اكس بي هت ايكوالز الميجر اوف انجل اكس واي سي. المسألة اللي بعد كده بيقول لي M و N are two circles intersecting at A و B. يبقى A دي الكومون كورد واحنا خدنا ان اللاين اوف سنترز ال M N دي المفروض تبقى بيربنديكولار على الكومون كورد وبتبايسكت ات. يعني ال D دي المفروض ان هي ميد بوينت وعندها دي كده ايه؟ دي كده رايت. دي خدناها في ليسون ايه؟ ليسون 2. بعد كده بيقول لي ال M X بيربنديكولار اوفر ال A C والام ان بينترسكتس الاي بي قد دي. بيقول لي بروف ان الاكس واي ديت قد مين؟ قد الدي اي قد الحته دي كده. ناخد بالنا ان هو بيقول لي هنا اف اي سي ايكوالز اي بي يعني هو هنا بيقول لي ان الاي بي ايكوالز اي سي خلاص كده طالما ده قد ده يبقى الحته دي قد الحته دي. الاول لازم اثبت ان الام دي بيربنديكولار اوفر اي بي يبقى سنس ان الام ان is the line of centers joining the two circles يبقى على طول زين ال MN perpendicular over the common chord اللي هو ال AB. اوكي طيب وسنس ان الاي بي ايكوالز الاي سي يبقى زين على طول الام دي ايكوالز ام اكس خلي دي 1 وانا عندي اصلا وسنس ان الام اي كلها لحد هنا ام اي ايكوالز ام واي equals r الاثنين radius يبقى subtract 1 from 2 هيديني ايه لما subtract 1 from 2 يبقى ال ME minus MD هت equals MY minus MX ME minus MD هت equals MY minus MX اللي هي تديني ايه يبقى زين ال دي اي ايكوالز اكس واي. اوكي نفس الفكره تعرضنا لها اكتر من مره يبقى احنا ايه ناخد بالنا من الافكار اللي بتتكرر دي. يلا اللي بعد كده مديني سيركل ام معمول لها انترسكشن مع السيركل ان. احنا عارفين ان الام ان ده لازم يكون بيربنديكولار على الكومن كورد. طيب بيقول لي الاي ميد بوينت طالما ميد بوينت واصله بالام يبقى لازم تكون بيربنديكولار لازم ودي نازله بيربنديكولار. ناخد بالنا بيقول لي الام اي قد الام ال الام اي ده كده قد ايه قد الام ال يبقى لازم الكورد اي بي قد الكورد سي دي
وبيقول لي ال ان ال من هنا لهنا قد من هنا لهنا، يبقى لازم ده برضو قد ده. يقول لي بروف ان السي دي قد الايه؟ قد الاكس واي. طبعا هقول ان ده ايكوالز ده وده ايكوالز ده فروم 1 و 2 ده ايكوالز ده. نبداها ازاي؟ لازم اثبت ان ده بيربنديكولار. يعني سينس ان الاي از ا ميد بوينت اوف السي دي، يبقى زين على طول الام اي ده بيربنديكولار اوفر السي دي. دي اول حاجه ثبتت ان ده بيربنديكولار. عايز اثبت بقى ان ده هنا بيربنديكولار. وسينس ان الام ان از ذا لاين اوف سنترز اوف ذا تو سيركلز ام وان، يبقى على طول زين اللاين اوف سنترز ام ان ده بيربنديكولار اوفر ذا كومن كورد اللي هو مين؟ اللي هو اي بي. تمام؟ يبقى ثبتت برضك ان دي ايه؟ بيربنديكولار. طيب وسنس ان الام اي ايكوالز ام ال جيفن، ده كده جيفن، ده معناه ايه؟ زين السي دي ايكوالز مين؟ اي بي. دي كده اول ايكويشن. ايه تاني؟ وهو بيقول لي ان الان ال ايكوالز ان زد، ده كده جيفن، ده معناه ان الاي بي ايكوالز اكس واي، يبقى زين الاي بي equals xy. طبعا ما فيش هنا الايه؟ الشرطتين دول. تمام؟ كده 2. يبقى from 1 و 2 يبقى زين السي دي equals مين؟ xy. المسألة اللي بعد كده بيقول لي 2 concentric circles at m. عندي دايرتين، واحدة صغيرة واحدة كبيرة، والاثنين ليهم نفس السنتر m. يقول لي الـ AB is a chord in the greater circle and cuts the smaller في C و D، وكذلك الـ AZ بي cuts the smaller في الـ X و A و Y. يقول لي الـ measure of angle D equals D. بروف إن الـ C D equals X Y. ناخد بالنا في المسائل اللي زي دي لازم طبعا أعمل construction. يبقى عندي construction. درو مين؟ لازم نرسم من الام لحد الميد بوينت بيربنديكولار، نسميها مثلا ام اي، ودي كده تنزل كده بيربنديكولار، ونسميها ايه؟ ام اف. اوكي؟ طيب ناخد بالنا في الجريتر سيركل انا عندي الاي بي ايكوالز اي زد، يبقى لازم الام اي ايكوالز اف ام. هنا طبعا درو الام E perpendicular over ال AB وال MF perpendicular over ال AZ. هنبدأ البروف ازاي؟ in triangle ABZ. Since ان ال measure of angle B equals ال measure of angle Z، يبقى زين ال AB equals ال AZ. اوكي؟ وطالما ال AB equals ال AZ يبقى على طول زين ال ME equals MF، يبقى زين ME equals MF. اوكي؟ طيب في السيركل الصغيرة بقى، يبقى in the smaller circle اللي اسمها M، دي موجود فيها ايه؟ موجود فيها ان الام اي سنس ان الام اي ده ماله؟ ده بيكوالز الام اف، يبقى زين ايه على طول؟ زين الكورد اللي هو سي دي قد الكورد اللي هو اكس واي، يبقى زين سي دي ايكوالز ايه؟ اكس واي. على قد ما ان شكلها يخض لكن ايه؟ المساله سهله جدا. يلا اللي بعديها. عندي AB و CD are two chords في السيركل. AB و CD
بيقول لي الام اكس ده ري بيربنديكولار والام واي كذلك. يقول لي الاف اكس، الاف اكس دي قد مين؟ الواي اي. اثبت ان الاي بي قد السي دي. عشان اثبت كده لازم اثبت ان الام اكس ايكوالز ام ايه؟ ام واي. اثبتها ازاي؟ هنقول كده سينس ان الام اف ده كله قد الام اي كله ايكوالز ام اي، دي كده 1. وعندي اكس اف ايكوالز مين؟ واي اي، دي كده 2 جيفن. سبتراكت 2 فروم 1 ده يديني ايه؟ ده يديني ام اف ماينس اكس اف ايكوالز ام اي ماينس الواي اي. ده اللي هو ايه؟ يبقى زين الام اكس اللي هو الناتج بقى، لما اشيل الاكس اف من الام اف يديني الام اكس، هتيكوال زين ايه؟ ام واي. تمام؟ وسنس ان هما الاثنين بيربنديكولار، وسنس ان الام اكس ده بيربنديكولار اوفر الاي بي، والام واي بيربنديكولار اوفر السي دي، يبقى على طول زين اي بي ايكوالز سي دي. يبقى زين الاي بي ايكوالز السي دي. ايه اللي عايزه تاني؟ بيقول لي اثبت لي ان الاي اف ايكوالز سي اي. ادي اي اف وادي سي اي. ناخد بال، انا عندي السايد ده قد السايد ده، وعندي دي كده رايت اوكي، وده كده ميد بوينت ودي ميد بوينت، يعني دي كده قد دي كده، والاثنين قد بعض، يعني دي كده قد دي كده اوكي. يعني سنس ان الاكس ميد بوينت والواي ميد بوينت، ولا كده سنس الاكس وواي ار تو ميد بوينتس، يبقى زين هاف الاي بي ايكوالز هاف السي دي، يعني الاي اكس ايكوالز سي واي. يبقى زين اي اكس ايكوالز ايه؟ سي واي. يجي بقى نتكلم على التو تريانجلز اللي هم مين؟ تريانجل ده اللي هو سي واي اي واي اكس اف، مالهم دول؟ دي الحاله الثانيه من الكونجرونس اللي هي تو سايدز والانكلودد انجل. يبقى ان تو تريانجلز اللي هم مين؟ اي اكس اف، والتاني اللي هو سي واي اي، مالهم دول؟ عندي ال AX equals CY، ايه كمان؟ ال measure of angle X equals ال measure of angle Y equals 90، ايه كمان؟ احنا لسه جايبينها، هو مدهلنا ال XF equals EY وال XF equals EY. يبقى زين triangle اللي هو AXF ده congruent للtriangle اللي هو CYE. لازم نوضح الحالة اللي هي سايد انجل سايد. ينتج من هنا ايه؟ ينتج ان زن على طول AF equals CE. المسألة اللي بعد كده بيقول لي ال AB وال CD are two chords في السيركل M equal in length، يعني ال AB قد ال ايه؟ قد ال CD. ده معناه ان ال MX هي equals MY في حالة ان هما perpendicular. تمام؟ وبيقول لي الاكس والواي تو ميد بوينتس، خلاص كده انا اقدر اثبت ان هما الاثنين بيربنديكولار على التو كوردز. وبيقول لي الاكس واي ده كده درون تو كات السيركل في اي وايه واف، والام ال بيربنديكولار. ناخد بالنا ان الحته دي برده مهمه وبتتكرر كتير في المسائل اللي هي الكولورلز اللي على الايزوسلس تريانجل، لان احنا بعد كده هنثبت ان ده ايزوسلس وده نازل بيربنديكولار على البيز، يبقى بيبايسكت البيز اوكي، وبينزل طبعا في الايه في الميد بوينت. بيقول لي بروف ان الاكس اي، عايز يثبت ان الحته دي كده قد الحته دي. طبعا دي بتيجي بالسبتراكشن، لازم حسبت ان ده قد ده وسبتراكت منه الجزء ده والجزء ده يديني ده قد ده. يلا نمشي واحده واحده كده في البروف. اول حاجه سنس ان الاكس واي تو ميد بوينتس، يبقى ده بيربنديكولار هنا وده بيربنديكولار هنا. سنس ان الاكس والواي ار تو ميد بوينتس،
يبقى زين على طول الام اكس بيربنديكولار اوفر الاي بي، وكذلك ام واي بيربنديكولار اوفر السي دي. تمام. وسينس ان الاي بي ايكوالز دي سي او سي دي، اي بي ايكوالز سي دي، يبقى على طول زين الام اكس ايكوالز ام واي. هستفاد منها في ايه دي؟ انا عندي الترينجل بقى اللي هو اكس ام واي ان، ترينجل اللي هو اكس ام واي، ماله الترينجل ده؟ سينس ان الام اكس ايكوالز ام واي يعني ايزوسلس، مش كده وبس، وعندي الام ال بيربنديكولار اوفر البيز اكس واي، استنتج من هنا ان ال ال ميد بوينت وان ال اكس ال ايكوالز ال واي، يبقى اكس ال ايكوالز ال واي. نخلي دي كده واي. اوكي. حاجه كمان، نبص على الكورد اللي هو اي اف. انا عندي الام نازله بيربنديكولار عليه، يبقى بايسكت ات، يعني الاي ال ايكوالز الاف. وسينس ان الام ال بيربنديكولار اوفر الاي، الاي اف كله، ده معناه ان ال ال اي او ال اي ال هت ايكوالز اف ال. دي كده 2. هنقول بقى دلوقتي سبتراكت 1 فروم 2، يبقى زين ال اي ال هنشيل منها الاكس ال، هتبقى قد الاف ال ماينس مين؟ ماينس ال واي، يديني المطلوب اللي هو عايزه، زين اكس اي ايكوالز ايه؟ واي. يلا اللي بعديها. في الرسمه اللي انتم شايفينها دي بيقول لي الزد سي، الزد سي اند الزد دي ار تو كوردز في السيركل ام، ماشي. وبيقول لي الاي بتبلونجز للكورد زد سي، وكذلك البي هنا، وبيقول لي ده بيربنديكولار على ده وده بيربنديكولار على ده، وبيقول لي ان الام اي قد الام بي. خلاص، يبقى انا كده ثبت ان الزد سي قد مين؟ قد الزد دي. يقول لي بروف ان السي واي ايكوال دي اكس، يقول لي بروف ان السي واي الحته دي كده قد الحته دي كده. لازم برضو هتيجي بالسبتراكشن، يعني لازم اسبتراكت الجزء ده من السايد اللي بره، وسبتراكت الجزء ده من السايد اللي بره. ما قداميش غير ان انا اعمل ايه؟ التو ترينجلز دول لازم يبقوا كونجرنت لبعض، واثبت ان السايد ده هو السايد ده. هل ده هيتحقق؟ انا عندي كده ادي انجل رايت هنا وانجل رايت هنا. ايه تاني؟ لما نيجي نبص للانجل زد ليها انجل كومون مشتركه في الترينجل ده وفي الترينجل ده، فاضل لي كمان شرط ناخد بالنا. انا عندي الزد سي قد الزد ايه؟ قد الزد دي. يبقى هاف الزد سي اللي هو الاي بي ده اللي هو البيز بتاع الترينجل ده هيكوال ذا هاف الزد دي اللي هو الزد بي اللي هو البيز بتاع الترينجل. نمشيها كده واحده واحده مع بعض. اول حاجه هنقول ايه؟ هنقول سينس ان الام اي equals ام بي، مش كده وبس، وان الام اي بيربنديكولار اوفر الزد سي، والام بي بيربنديكولار اوفر زد دي. من هنا ينتج ايه؟ من هنا ينتج ان الزد سي equals زد دي. تمام. طيب وانا عندي الاي ميد بوينت والدي والبي برضو ميد بوينت، وسنس ان الاي والبي ار تو ميد بوينتس، يبقى زين هاف الزد سي ايكوالز هاف الزد دي. نص ده ايكوالز نص ده، اللي هو ايه؟ اللي هو الاي زد من هنا، اي زد ومن هنا زد بي او اي بي زد. تمام. نبص بقى على الترينجل اللي هو زد بي واي والتاني اللي هو زد اي اكس، يبقى ان تو ترينجلز زد بي واي والتاني اللي هو زد اي اكس، مالهم التو ترينجلز دول؟ الميجر اوف انجل زد از كومن،
ايه كمان؟ الانجل A equals الانجل B equals 90. ايه كمان؟ ال AZ equals مين؟ equals BZ. ده معناه ان الترينجل اللي هو زد بي واي ده از كونجرونت تو الترينجل زد اي اكس. ده الحاله الكام دي؟ دي انجل سايد انجل، انجل سايد انجل، تو انجلز والانكلودد سايد. طيب هنستنتج ايه بقى من الكونجرونس؟ يبقى وي ديديوس فروم كونجرونس زد. زد ايه بقى؟ ان السايد ده كله زد واي ايكوالز زد اكس، زد واي ايكوال زد اكس. ونخلي دي كده مثلا ايه 2، وانا عندي زد سي ايكوالز زد دي، نخلي دي كده 1. نكمل هنا كده سبتراكت 1 فروم 2 يبقى زين زد واي ماينس زد سي هت ايكوال زد اكس ماينس زد دي، يبقى زين اللي هو عايزه بقى، يبقى سي واي ايكوالز دي اكس. زي ما انتم شايفين الفكره بتتكرر كتير، اللي هي فكره السبتراكشن في الدرس ده. بروبلم 22 بيقول لي في الاوبوزيت فيجر ام وان ار تو كونجروينت سيركلز، ادي الام والان دايرتين زي بعض بالظبط. الاي بي ستريت لاين بارل للام ان ستريت لاين، وبي انترسكتس السيركل ام ات اي وبي، بيحصل له انترسكشن للسيركلز ام ات اي وبي وانترسكت الان في السي ودي. بيقول لي بروف ان الاي سي كل دي ايكوالز بي دي. واضح قوي ان انا حاسبت ان الاي بي ايكوالز الدي سي، وهنضيف الجزء ده للتو لاين سيجمنت هيطلع اللي هو عايزه. طيب في المسائل زي دي دايما بنعمل ايه؟ دايما بنعمل كونستراكشن بنوصل ما بين الام والاي والميد بوينت بتاعت الكورد ده. لازم بنعمل الحركه دي في المسائل بتاعت السيبريت سيركلز دي. يبقى الكونستراكشن هندرو، نقول مثلا ام اي وان اف درو ام اي بيربنديكولار اوفر الاي بي، وهندرو ان اف بيربنديكولار اوفر الدي سي او السي دي. تمام. لما نيجي نبص بقى على الشكل اللي هو ام اي اف ان، نلاحظ ايه؟ ام ان بارلل لمين؟ لاف اي. وعندي الميجر اوف انجل اي ايكوالز الميجر اوف انجل اف ايكوال 90، يبقى على طول ده ريكتانجل. يبقى ان ام اي اف ان سينس ان الام ان بارلل للاف اي، مش كده وبس، والميجر اوف انجل ام اي بي او ام اي اف ايكوالز الميجر اوف انجل ان اف اي ايكوالز 90 ديجريز، يبقى على طول زين الام اي اف ان از ريكتانجل. ده معناه ان الام اي equals n f، يبقى انا ثبتت ان ده كده قد ده كده. طيب وسنس ان الام اي equals n f ده على طول معناه ان الاي بي قد مين؟ قد الدي سي. تمام. بعد كده adding هنضيف الجزء ده لمين؟ الايكويشن 1، adding البي سي تو equation 1 ينتج ايه؟ يبقى زين ال AB plus ال BC، الكلام ده هي equals ال DC plus ال ايه؟ ال BC، اللي هو ال AB plus ال BC اللي هو ال AC، والتانية يديني ال ايه؟ ال BD، وده المطلوب. يلا نشوف اللي بعد كده.
المسألة اللي بعد كده بيقول لي M و N are two congruent and distant circles، يعني زي ما انتم شايفين دايرتين زي بعض بالظبط وبعد عن بعض. ال E mid point of the M N. ال E ديت في النص بالظبط ما بين ال M وال N، يعني ال N E add ال E M. وبيقول لي ال A E is drawn to cut a circle M at B وال A وال N at C. يقول لي بروف ان ال A B add ال C دي. دايما في المسائل اللي زي دي لازم اعمل كونستراكشن، بنزل من الام بيربنديكولار على الميد بوينت بتاعت الاي بي. وبرده هنا كده لازم انزل بيربنديكولار. لما نيجي نبص بقى للرسمه نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان انا عندي، انا عايز اثبت ان الاي بي قد مين؟ قد الدي سي. انا عشان اثبت دي لازم اثبت ان الام، هنخلي مثلا دي كده اكس ونخلي دي كده واي. لازم اثبت ان الام اكس قد مين؟ قد الان واي. طب اثبتها ازاي؟ هنتعامل بقى مع التو تراينجلز دول، التراينجل ده والتراينجل ده، اللي هو ده كده وده كده. نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان انا عندي الانجل دي زي الانجل دي، الاثنين في وايه. ونلاحظ عندي ان السايد ده قد السايد ده، ان هو قايل لي الايه في الميد بوينت. وعندي الانجل دي ايكوالز الانجل دي ايكوالز ايه؟ ايكوالز 90. طب دي الحاله الكام من الكونجروانس؟ انا عندي هنا رايت الار اتش اس رايت هايبوتنيوس سايد، ما عنديش هنا سايد، امال انا عندي ايه؟ ما انا عندي انجل ايكوال انجل وعندي دي 90، يبقى اكيد الانجل دي برضو ايكوالز الايه؟ الانجلز دي. يبقى هنتكلم ان الحاله دي عباره عن ايه؟ انجل سايد انجل. اوكي؟ يبقى نبدا المساله ازاي؟ نكتب الكونستراكشنز. درو، هنرسم ام اكس بيربنديكولار اوفر الاي بي، وهنرسم الان واي بيربنديكولار اوفر السي دي. تمام؟ وبعد كده هنتكلم في ايه؟ في التو تريانجلز بقى اللي هم ام اكس اي والاي وان واي اي. ان تو تريانجلز دول ام اكس اي و ان واي اي، مالهم التو ترينجلز دول؟ الميجر اوف انجل اكس ايكوالز الميجر اوف انجل واي ايكوالز كام؟ 90 ديجريز. ايه كمان؟ الميجر اوف انجل ام اي اكس بتيكوالز الميجر اوف انجل ان اي واي، عشان هما الاثنين في او اي. ده معنى ايه؟ لما انا عندي انجل ايكوالز انجل وانجلز ايكوالز انجل، يبقى الثيرد ايكوالز الثيرد. يبقى زين الميجر اوف انجل اكس ام اي دي هت ايكوالز الميجر اوف انجل اللي هي واي ان اي. طبعا ما ينفعش نعمل كونجرونس ب 3 انجلز، محتاجين سايد. وانا عندي الاي از ميد بوينت، يعني زين الام اي ايكوالز ان اي. يبقى انا قدرت اثبت الكونجرونس عن طريق الحاله اللي هي انجل سايد انجل. يبقى زين ترينجل اللي هو ام اكس اي از كونجرونت تو ترينجل ان واي اي، انهي حاله؟ اللي هي انجل سايد انجل. وي ديديوس from congruence that ايه بقى؟ ان ال m x equals n y. تمام؟ و since ان ال m x بقى equals n y، يبقى على طول زين الكورد اللي هو ال a b هي equals الكورد اللي هو d c. وانا عندي ان الاكس والواي الاثنين ميد بوينتس، وسنس ان الاكس وواي ار تو ميد بوينتس، يبقى على طول هاف الاي بي ايكوالز هاف الدي سي. نص الاي بي اللي هو الحته دي كده هت ايكوالز هاف الدي سي اللي هي الحته دي كده. اوكي، نعمل ايه بعد كده؟ انا عندي اصلا من الكونجرونس انا عندي الاكس اي ايكوالز ايه؟ اي واي.
تمام؟ and from congruence انا عندي ان الاكس اي ايكوالز اي واي، هنخلي دي كده 1 ونخلي كده 2، يبقى ادينج 1 و2 هيديني على طول ان الاي ميد بوينت، ادينج 1 و2 هيديني ان الاي اي ايكوالز اي دي، اي اي ايكوالز اي دي، يبقى زين الاي از ا ميد بوينت of ال AD. مسألة حلوة جدا. Problem 24 يقول لي M و N are two congruent circles. ال M وال N two circles زي بعض بالظبط. ال AC بيقول لي touches ال circle M at A. touches دي يبقى احنا بنتكلم ان هو tangent. ده معناه ان احنا لو عملنا كده construction المفروض ده كده يبقى ايه؟ perpendicular. اوكي طيب ايه كمان؟ الدي اف، الدي اف ده تاتشز السيركل ان قد دي، يبقى لو عملنا كده كونستراكشن خدنا كده يبقى هنا في ايه؟ برضه رايت انجل. ليه؟ عشان ده تانجنت. وبيقول لي الاي سي بارلل دي اف، عايز يثبت ان البي سي قد مين؟ قد الاي اف. دي علشان اثبتها لازم اثبت ان الجزء ده كده قد الجزء ده كده، ولازم يكون كمان ايه بيربنديكولار، كمان لازم اثبت ان هنا في ايه رايت انجل. اوكي تعالوا نمشي مع بعضينا كده في المساله واحده واحده ونشوف هنحلها ازاي. اول حاجه هنعمل الكونستراكشن بتاعنا، درو هنا هنسمي دي مثلا اكس ونسمي دي كده واي، ال AX and المين ال DY. لما نيجي نبص في المسألة أول حاجة أنا عندي ال AC touches في circle M at A، يبقى since إن ال BA is tangent to circle اللي اسمها M، ده معناه إيه؟ then ال measure of angle B AM أو MAB يعني equals 90 degrees. خلاص ثبتت إن دي كده 90. إيه كمان؟ و since إن ال FD ray is tangent to circle N، ده معناه إن ال measure of angle NDE equals برضو 90 degrees. جميل، يبقى انا ثبتت دي 90 ودي 90. طب ناخد بالنا، انا عندي ده بارلل لده وده ترانسفيرس، يبقى الاثنين دول انتيريور ولازم يكونوا 180، يبقى دي لما تكون 90 يبقى لازم دي تكون 90، وكذلك في الناحيه الثانيه. يبقى هنقولها ازاي؟ قول سينس ان ال A B ستريت لاين بارلل لمين؟ لل DX straight line and من الترانسفيرسال بقى ال AX is a transversal يبقى then the measure of angle اللي هي MAB الكلام ده plus the measure of angle MXE ده هي equals 180 ل interior angles، يبقى ده معناه على طول ان ال MXE equals 90 degrees. يبقى زين ال measure of angle MXE يبقى 180 minus 90 اللي فوق تديني 90 degrees. خلاص كده ثبتت ان دي كده بيربنديكولار. اوكي دي اهم حاجه عندي، ان انا اثبت ان دي جايه عندي بيربنديكولار. طيب ايه كمان؟ since ان ال AB برضو parallel ال DX
المرة دي بقى الواي دي هو الترانسفيرسال. نفس الكلام الانجل دي والانجل دي الاثنين انتريور، يبقى الاثنين الصم بتاعهم 180، يبقى الانجل دي هتيكوال زي 180 ماينس دي هتديني 90، يبقى زين الميجر اوف انجل هنعملها على طول بقى ان واي بي ايكوالز كام 90 ديجريز. يبقى انا قدرت اثبت ان ده رايت وده ايه وده رايت. يبقى الشكل ايه بقى؟ يبقى الشكل اللي هو ايه اكس دي واي ده عباره عن ايه؟ يبقى زين الاي اكس دي واي از ا ريكتانجل، وطالما ريكتانجل يبقى السايد ده قد السايد ده، يبقى الاي اكس قد الواي دي، يبقى زين الاي اكس ايكوالز الواي دي، نخلي دي 1. ماشي، احنا لسه عايزين نثبت ان الحته الصغيره دي قد دي. طب انا عندي التو سيركلز زي بعض بالظبط، يعني معنى كده ان الريديوس ده قد الريديوس ده، يعني الاي ام دي قد مين؟ ان دي، والاي ام ايكوالز ان دي ايكوالز ار، دي كده 2. يبقى سبتراكت 2 فروم 1 ده يديني ايه؟ ده يديني ان الاي اكس ماينس الاي ام هي ايكوالز الواي دي ماينس الان دي. يديني بقى اللي هو عايزه، يديني ان الام اكس ايكوالز ان واي. طبعا ده هيساعدنا في ان احنا نقول ان البي سي ايكوالز اي اف، يبقى الام اكس ايكوال ان واي، يبقى زين ام اكس ايكوالز ان واي. نيجي نرجع بقى نقول سنس ان الام اكس ايكوالز ان واي، وسنس ان الام اكس ايكوالز ان واي، يبقى زين اللي احنا عايزين نثبته ان الكورد بي سي ايكوالز الكورد اي اف، بي سي ايكوالز اي اف. طيب ايه تاني عايز يثبته؟ عايز يثبت ان الاي بي، الاي بي ايكوالز اي دي. طبعا سهله برضو، حسباتنا ان ده قد ده، يبقى نص ده اللي هي الحته دي قد نص ده، وده ريكتانجل يعني السايد ده قد السايد ده، هنسبتراكت دي من هنا ومن هنا، يديني الحته المتبقيه الاي بي قد الدي اي. حسبكم انتوا تعملوا الحته دي. بروبلم 25 مديني السيركل ام، مديني الام دي بيربنديكولار على الاي بي، وكذلك الام اي بيربنديكولار على الاي سي، مديني البوينت اي 22، ومديني الدي 1 و0، ومديني الاي 3 و4. بيقول لي بروف ان الام اي ايكوالز ام دي. انا عشان ابروف ان الام اي ايكوالز ام دي لازم ابروف ان الاي سي كله ايكوالز اي دي كله. طب هل انا عندي اي سي كله ولا عندي بس الكوردينيتس في الحته بتاعت نصه؟ طب ايه المشكله؟ ما ده نازل بيربنديكولار، يعني ده كده ميد بوينت وده بيربنديكولار، يعني دي كده قد دي كده. فلو ثبتنا ان دي قد دي يبقى ده كله قد ده كله، يبقى الام اي قد الام اي قد الام دي. يبقى احنا هنجيب الديستنس اللي هي الاي اي والديستنس اللي هي الاي دي. يبقى احنا هنقول في الاول سينس ان الام اي بيربنديكولار اوفر الاي سي، يبقى زين الاي از ميد بوينت and ال AE equals AC. نفس الكلام نعمله مع ال D، و since ان ال MD perpendicular over ال AB يبقى then ال D is midpoint and ال AD equals DB. تمام، يلا نجيب دلوقتي ال AE وال AD. يبقى زين ال اي اي ايكوالز السكوير روت، انا عندي ال اي ب 2 يبقى انا عندي 3 ماينس 2 سكويرد، الكلام ده بلس 4 ماينس 2 سكويرد. بنجيبها ازاي؟ اكس 2 ماينس اكس 1 سكويرد بلس واي 2 ماينس واي 1 سكويرد، اللي هي هتيكوالز روت هنا 3 ماينس 1 سكويرد ب 1 سكويرد يبقى اللي هي 1، هنا 2 سكويرد ب 4
تديني روت 5 لينس يونغ. طيب يلا نجيب ال A دي. انا عندي هنا يبقى 2 ماينس 1 و 2 ماينس 0، هيبقى 2 ماينس 1 سكويرد، الكلام ده بلس 2 ماينس 0 سكويرد اللي هو الروت بتاع عندي هنا 1 بلس 4 which is root 5 برضه لينس يونت. تمام، يبقى سنس ان ال AE equals ED يبقى زين ال AC كله equals ال AB كله، الكورد ايكوال الكورد، وطالما الكورد ايكوال الكورد يبقى البربنديكولار ديستانس من السنتر للميد بوينت بتاع الكورد ايكوالز البربنديكولار ديستانس من السنتر للايه؟ للميد بوينت بتاع الكورد التاني. يعني سينس ان الاي سي ايكوالز الاي بي يبقى على طول زين الام اي ايكوالز ام دي. المساله اللي بعد كده مديني الاي والبي تو كوردز في السيركل، مديني الكوردينيتس بتاعتهم، مديني الكوردينيت بتاعت A والB ومديني الM ومديني الE. وبيقول لي الM والF are two midpoints، يعني دي midpoint ودي midpoint، يبقى دي نازلة أكيد perpendicular ودي نازلة برضو إيه؟ perpendicular. طالب إيه؟ بيقول لي بروف إن الـ AB equals الـ CD. طب في الحالة دي أعمل إيه؟ أبروف إن الـ ME قد مين؟ قد الـ MF. في الاول بس اقول ان هما ميد بوينتس يبقى هما بيربنديكولار، اقول كده سينس ان الام والاف ار تو ميد بوينتس اوف السي دي اند الاي بي يبقى زين على طول الام اي ده بيربنديكولار اوفر السي دي والام اف ده perpendicular over ال AB. ايه تاني؟ نجيب بقى طولهم بقى. طب انا عشان اجيب طولهم محتاج اجيب البوينت F. نجيب ال F الاول. البوينت اللي اسمها F اللي هي X و Y هت equals الاتي. زيرو بلس فور ديفايدد تو ونيجاتيف ثري بلس نيجاتيف وان ديفايدد تو اللي هي كام؟ فور ديفايدد تو يديني تو ونيجاتيف 4 ديفايدد 2 يديني نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2. يبقى انا جبت كده الاف عباره عن 2 ونيجاتيف 2. بالقانون بتاع الديستانس اقدر اجيب ام اي واقدر اجيب ام اف. يلا يبقى الام اي ايكوالز السكوير روت لمين؟ هنا 1 ماينس نيجاتيف 1 اللي هي 1 بلس 1 سكويرد، الكلام ده بلس 0 ماينس 1 اللي هي نيجاتيف 1 سكويرد اللي هي يبقى السكوير روت الاتي 1 بلس 1 از 2 سكويرد 4 وعندي هنا 1 سكويرد ب 1 تديني روت 5 يونت لينس او لينس يونت. كده جبنا الام اي. يلا نجيب الام اف. هنا هيبقى 1 نخليها من هنا 2 ماينس ال 1 هيبقى 2 ماينس 1 سكويرد الكلام ده بلس نيجاتيف 2 ماينس 0 اللي هي السكوير روت هنا يبقى 1 بلس ال 4 اللي هي برضو روت الايه؟ ال 5 يونت لينس. يبقى انا كده ثبتت ان الام اي ايكوالز ام اف. يبقى سينس ان الام اي ايكوالز ام اف يبقى على طول ممكن نقول زين ان الاي بي ايكوالز سي دي. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الليسون، حلينا عليه مجموعه كبيره من الاكسرسايزز. الليسون بوجه عام سهل والمسائل الافكار كلها بتتكرر، يا اما هنعمل سبتراكشن يا اما هنعمل كونجرونس بين تو تريانجلز. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله.